السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي الكرام في كل مكان مشاهدي قناه اس دي تي في. كنشكركم كثيرا على التفاعل ديالكم اللي بينتو لي في اخر فيديو. شكرا جزيلا لكاع الناس اللي تفاعلوا معايا، كنشكركم جزيل الشكر، وكنوعدكم على انني ان شاء الله دائما غادي نقدم لكم المزيد والمزيد من التطبيقات ومن الدروس المهمه جدا والمفيده في الحياه اليوميه. التطبيقات المقدمة في هذا الفيديو فهي كلها تطبيقات محترفة أصبحت مجانية لوقت وجيز فقط، لذا قوموا بتحميلها فورا لأنها ستصبح مدفوعة في الأيام المقبلة من جديد. التطبيق الثالث فهو تطبيق رهيب جدا ومن عالم آخر، سيصبح هاتفك من الخيال العلمي. كنتمنى منكم على أنكم تدعموني فقط بالضغط على زر لايك والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. الضغط على زر لايك وهو يعني لي الكثير ويحفزني لكي أقدم المزيد وأقدم كل ما عندي إن شاء الله في الأيام المقبلة. 1 2 3. التطبيق الأول فانكولر برو. هل يسخن هاتفك الذكي؟ مع حلول فصل الصيف الهواتف تسخن كثيرا وخصوصا عند الاستعمال المكثف، ألعاب وتطبيقات قوية إلى آخره. إليكم الحل لكي لا تفقدون هواتفكم الذكية أو يحصل انفجار لا قدر الله. الشيء الرهيب الذي يقوم بفعله هذا التطبيق فانكولر برو وهو تبريد جهازك بلمسة واحدة فقط. هناك بعض التطبيقات المعيبة التي تثقل كاهل النظام والجهاز، قم بإيقاف تشغيل التطبيقات والخدمات المعيبة بلمسة واحدة فقط من هذا التطبيق الرائع. انتباه، هذا التطبيق يجعل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائية لهاتفك تشعر بالراحة. يمكن أن يبرد الهاتف والجهاز اللوحي ببضع نقرات فقط، يوقف عمليات الخلفيات ويأخذ الزائد. لمسة واحدة تبريد جهازك. هذه الأداة قد لا تعمل مع الهواتف الذي فيها خلل، قد لا تعمل هذه الأداة دائما، ومع ذلك يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا عن طريق الحصول على تأثير حقيقي وخفض حرارة جهازك، شيء ملموس كثيرا. التطبيق الثاني Go Speed Booster Pro، وأيضا هذا التطبيق فهو جد مهم لتسريع تباطؤ جهاز الاندرويد. نعم، هذا التطبيق يقوم بتسريع تباطؤ جهاز الاندرويد وسيؤدي تحميل الرام الزائد إلى تجميد الجهاز وتشغيله ببطء. تسريع الهاتف بلمسة واحدة فقط، عزز جهازك الذكي مع Go Speed Booster Pro. ستبدأ بعض التطبيقات المعيبة جهازك بشكل مفرط، البحث عن خدمات التطبيقات المعيبة وقتلها هي خدمة هذا التطبيق الرائع، وإدارة نفايات قوية وتنظيف الحطام من الجهاز. قم بتنظيف ملفات معاينة الخلفية، قصاصات الإعلانات، ملفات الـ APK غير المستخدمة والغير النافعة، قصاصات التطبيق، احذف الملفات غير الضرورية، قم بإزالة بقايا الطعام أو بقايا التطبيقات الضارة. التطبيق الثالث صوفي برو لانشر، وهذا هو التطبيق الذي تكلمت عنه. تم منح صوفي لانشر برو تطبيق اليوم أو أفضل تطبيق لهذا الأسبوع، وسيكون مجانيا فقط من 14 يونيو إلى 15 غشت أو أغسطس. هل تساءلت يوما ما إذا كان بإمكانك استخدام هاتفك كمخترق محترف؟ الآن مع مظاهر الأيريس يمكنك البحث في التطبيق، جهات الاتصال الخاصة بك على الفور، والقيام بالعديد من الأشياء مثل القراصنة الحقيقيين ومثل الخيال العلمي. لانشر من أفضل اللانشرات الموجودة على الإطلاق. لدينا هنا أوامر البناء في اللانشر الأب،
إلغاء التثبيت وإلغاء تثبيت التطبيق، والإنفو آب لبدء تشغيل صفحة تفاصيل التطبيق وتطبيق إلى جهة الاتصال وإضافة وضع التطبيق وجهة اتصال في المجلد التطبيق إلى جهة الاتصال وإزالة لإزالة التطبيق جهة اتصال من المجلد والتطبيق وجهة الاتصال وإخفاء. ويمكنك أيضا تعطيل البحث عن التطبيق جهة الاتصال والحافظة للحصول على نص في الحافظة، إعادة التشغيل لإعادة تشغيل الأيريس، مسح لمسح إخراج وحدة التحكم عرض، وأيضا لإعادة تمكين التطبيقات وجهة الاتصال المعطلة، والمزيد والمزيد من الميزات المهمة والرائعة في هذا التطبيق أو هذا اللانشر الرائع لهذا الأسبوع. التطبيق الرابع هيكشادارك ايكون باك برو. لدينا ايكون باك من هيكشادارك، هي حزمة ايقونات سداسية تجعل هاتفك اكثر جاذبية. كيفية تطبيق ايكون شانجر مع هيكشادارك هيكشاغن ايكون باك؟ تدعم حزمة رمز الإفلات هذه عددا من المشغلات الشائعة مثل نوفا لانشر وإيفي، ويعمل تقريبا على جميع اللانشر الموجودة حاليا في السوق. نوفا لانشر وإيفي لانشر وهيكشادارك آيكون باك وكل شيء يعمل معه هذا الآيكون باك الجذاب والرائع جدا. إذا كنت من محبي الأشكال الرائعة للآيكون باك على الأندرويد، التطبيق الخامس والتطبيق المذ. التطبيق الخامس بوندو سيستم تول سيت. تحقق من مستوى وجهات برمجة تطبيقات الاندرويد لكل التطبيقات والتطبيقات على الجهاز. اجعل ورق الحائط الخاص بك توافق مع السمة الداكنة من خلال تطبيق ورق الحائط الداكن تلقائيا، حزمة أدوات ملزمة للقيام بالأشياء نيابة عنك. API للتطبيق. تحقق من مستوى وجهات برمجة تطبيقات الاندرويد لجميع التطبيقات والAPK على الجهاز. تحقق من دعم الرموز التكيفية لجميع التطبيقات. إحصاءات API التطبيق، استخراج APK والرموز، تفاصيل الحزمة وتفاصيل التوقيع لكل تطبيق، ساعات الدراسة للمستخدمين الصينيين والأوروبيين وأيضا العرب، إضافة دورة يدوية، تحليل الجدول الزمني للمدرسة من موقع نظام التعليم المدرسي، تصدير إلى تقويم جوجل إلى آخره، اختصارات التطبيق والبلاط، تعديل الصور، تغيير القرار، تغيير التنسيق PNG JPG والWebP والHAIF، وإخفاء الصور الخاصة وإخفاء صور وقت التشغيل التي تنتجها التطبيقات. خلفية موضوعية، اجعل خلفية الشاشة تتوافق مع المظهر الداكن لنظام الاندرويد 10 من خلال تطبيق خلفية داكنة تلقائيا، وهناك العديد والعديد من الميزات الممتازة والرائعة. شخصيا سوف أعطي هذا التطبيق وهذه الميزات الرائعة 10 على 10 نجوم، فهو تطبيق رائع جدا. بوندو سيستم تول سيت أفضل تطبيق لهذا الأسبوع بالنسبة لتطبيقات البرو وللتخصيص ولعمل كل ما تريد في هاتفك الأندرويد. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علي بالضغط على الزر لايك لتحفيزي لكي أقدم المزيد، والضغط على الزر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تبقى دائما في متابعة لبقى حلقاتنا القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة. Thank you.